خلينا كمان نطمن الناس ونتكلم اكتر على الطرق. حالة طقس طبعا صعبة النهاردة، حصلت طبعا شفنا اللي حصل على كوبري اكتوبر، وشفنا يعني اللائحة الاعلانية الكبيرة الضخمة اللي وقعت على كوبري اكتوبر. ربنا يسلم الناس اللي كانوا موجودين في الوقت. الصورة زي ما انتم شايفين وهي واقعة في الاتجاه، والعربيات وحركة المرور كان فيها شلل تام طبعا نتيجة يعني هذا الوقوع. وطبعا كانوا بيحاولوا يطلعوا الناس، في عربيات الحقيقه اتصابت وفي اعتقد اصابات، لكن ربنا يسلم الناس كلها. وده هيخليني اسال بكره ايضا الطرق من حيث المرور، لو في ناس مثلا عايزه تسافر، ناس هتكون راجعه من محافظات، ناس متجهه لمحافظات، الطرق بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها، الطرق الدائريه، الطرق بشكل عام الطويله والسريعه، الناس تعمل ايه؟ هل تتجنبها ولا هيبقى في نشره؟ ما هي نصائح المرور؟ اللواء أحمد هشام الخبير المروري، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج والمشاهد الكريم. أشكر حضرتك. بالنسبة لغدا إحنا عرفنا يعني من دكتورة إيمان من هيئة الأرصاد بأنه الطقس مكمل بنفس الأجواء تقريبا، نتمنى أنها تكون أقل بكرة. نصائح بقى للسائقين والناس، بكرة الجمعة وفي أجازات، في ناس بتتحرك من محافظات، يعني النصائح يا فندم؟ في البداية طبعا لو في انعدام للرؤية على الطرق السريعة خصوصا الطرق الصحراوية، الإدارة العامة للمرور هتقوم بغلق الطرق لحين تحسن الأحوال الجوية. لكن لو اتكلمنا بصفة عامة بالنسبة لحركة سير السيارات مع سوء الأحوال الجوية، في البداية طبعا أول حاجة التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة من حيث ماء الريدياتير، زيت المحرك، أحكام إغلاق الأبواب، إن الفرامل تعمل بحالة جيدة سواء الفرامل الهوائية أو الفرامل اليد. ايضا التاكد من الصلاحيه الفنيه للاطارات وان هي تعمل بحاله جيده وان ضغط الهواء فيها مناسبا لسخونه الاسفلت. صحيح. السير بسرعه هادئه حتى يمكن التحكم في عجله القياده لمواجهه اي موقف طارئ. الالتزام بالحاره المروريه. صحيح. مضاعفه المسافات الامان بين سيارتك والسيارات الاخرى لتجنب الوقوف المفاجئ. 4 أمتار لكل 10 كيلو متر، ومن 40 متر ل 50 متر بالنسبه للسرعه 100 كيلو متر فاقصر. استخدام مساحات الزجاج الامامي والخلفي بصفه مستمره لمنع تكون شبوره ترابيه على الزجاج تؤثر على الرؤيه الجيده. استخدام الانوار الاماميه المنخفضه وغير المبهره. استخدام الاشارات الضوئيه الجانبيه قبل الدوران او الانتقال من حاره الى اخرى بفترة كافية لا تقل عن 3 دقائق لتنبيه السيارات القادمة من الخلف. يجب تواجد مستلزمات السيارة بالسيارة. ما هي مستلزمات السيارة؟ المسلسل الضوئي، حقيبة الإسعاف، طاقة الحريق، أطواق الحديد. صحيح. الأجواء وتعود السيارة لا قدر الله لأي ماس كهربائي. يجب على قائد السيارة أن تكون طفاية الحريق صالحة للاستعمال وأن تكون في متناول يد قائد السيارة، بمعنى تكون في الجيب السري للباب الأيسر لقائد أيوة السيارة. أيوه، يبقى عارف مكانها ومتأكد إنها موجودة. الكنبة الوطنية. تمام. ده شيء مهم جدا. طيب. أيضا يجب أن تكون عدم استخدام التليفون المحمول لعدم فقد التركيز. استخدام حزام الأمان بالنسبة لقائد السيارة وكذلك المواطن الموجود بالمقعد الامامي للسياره، كل هذه الامور يجب ان يلتزم بها قائد السياره للحفاظ على امنه وسلامته وسلامه الاخرين اثناء السير بالطريق العام. أكيد. الحقيقة يعني كلها نصايح بتمنى أن الناس إن شاء الله يعني يعملوا بيها، لأنها في الصالح أمنهم وأمنهم على الطرق السريعة. هل يعني في أي نشرة أو أي أخبار أنه في طرق هيتم غلقها، ولا ده بيبقى طبقا لحالة الجو وقتها؟ طبعا في تنسيق تام ومستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية. في حالة انعدام الرؤية بيتم غلق الطريق فورا في المنطقه اللي فيها انعدام الرؤيه. لو في شبوره ترابيه كثيفه، الاداره العامه للمرور بتطلع سياره مجهزه وبتلصق من فوق وبتمشي وراها حتى اقصى 40 سياره لحين تجاوز منطقه الشبوره الترابيه. تمام. يعني السياره دي بتبقى زي مرشد وبعد كده بتسمح بالرؤيه. لذلك بنناشد الساده قائد السيارات بعدم النزول باكر
بالسيارات سواء على الطرق السريع او داخل المحافظات الا في حاله الضروره القصوى. تمام. ورجال المرور موجودين على مدار اليوم الكامل وذلك لمساعده الساده المواطنين، وان شاء الله هيكون يوم سعيد للمصريين وجمعه مباركه للمصريين باذن الله تعالى. اكيد انا هاخد الجمله الاخيره من حضرتك بجد مناشده طبعا كل الناس اللي مضطره ان هي تكون موجوده على الطرق السريعه لو ما فيش حاجه ملحه، انه ممكن نعتبره يوم اجازه والناس يكون امانها سلامها أحسن علشان الرؤية. والحاجة التانية إنه المرور الحقيقة وأيضا يعني إدارة المرور كلها بيبقى فيه سيارة زي مرشد كده، الناس ممكن تبقى ماشية وراها علشان النور، والناس كمان تفتح الأنوار لأن الأنوار بتبقى مفيدة. أنا بشكرك جدا اللواء أحمد هشام الخبير المروري على كل النصائح، وإن شاء الله ربنا يسلمنا.